يقول: ما الفرق بين الحج والعمرة؟ وما الركن الذي لا يصح الحج إلا به؟ وما هي مبطلات الحج؟ مأجورين. الظاهر أن جواب هذا السؤال يحتاج إلى مجلد. الحج والعمرة يختلفان، فالحج حج أكبر والعمرة حج أصغر. فالعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، يعني أربعة أشياء: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج فمركب من أكثر من ذلك، فهو إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ووقوف بعرفة ومضي بمزدلفة ومضي بمنى ورمي جمار، فهو أكبر وأوسع من العمرة. ثم الحج يختص بوقت معين هي أيام الحج، وأما العمرة ففي كل وقت. ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء، أما العمرة ففيها خلاف، فمن العلماء من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي، أي الساكن في مكة. وأما المحظورات محظورات الإحرام فتشترك فيها العمرة والحج، لأنها تتعلق بالإحرام، والإحرام لا يختلف فيه الحج والعمرة. وأما الأركان والواجبات فتختلف العمرة عن الحج. تتفق العمرة والحج بأن من أركانهما الطواف والسعي والإحرام، وهذه ثلاثة أركان في العمرة وليس فيها ركن رابع. وأما الحج ففيه ركن رابع وهو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، وهذا يختص به الحج. أما الواجبات فالواجبات في العمرة شيئا فقط، أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، وأن يحلق أو يقصر بعد فراغه من الطواف والسعي. وأما الحج فواجباته أكثر، يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، والحلق أو التقصير، ويزيد الحج بوجوب المبيت بوجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ووجوب المبيت في مزدلفة، ووجوب المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من شهر الحجة والثالثة عشرة متأخر، ووجوب الرمي يعني رمي الجمار. وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج الثابتة ولا من واجبات العمرة الثابتة، وإنما يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده، ولهذا لا يجب طواف الوداع على أهل مكة لأنهم مقيمون فيها. نعم. بارك الله فيكم.